كابتن رئيس قال كلمه محدش خد باله منها، قال ان احنا بنحدث المعدات اللي عندنا عشان تتمشى عشان لما تحصل حاجه بعد كده يا احمد ما نجيش نقول الله ده احنا متخلفين في المعدات. انت عارف ان من احد الحاجات اللي حصلت ان احنا عملنا مركز انقاذ بقى موجود من ايام التسعينات، بقى فيها كلاب الحرب اللي احنا اشتغلت معانا في ايام تركيا والمناشير نقول ايه عربيات الاطفاء السلالم العاليه، كل الكلام ده موجود في القوات المسلحه. عشان كده المنظر اللي انت شايفه قدامك ده النهارده محدش يعمله غير مصر. مصر بعظمتها بقواتها المسلحه، هي اي دوله بعتت ايه امبارح؟ خمس طيارات، ست طيارات، هي الطياره بتشيل كام طن؟ 12 طن. خلاص انت شايف دول النهارده. وبعدين سيادة الرئيس قال هننقل جوا وبحرا، لان المركب بتشيل مئات الاطنان. وبرا كل دي هتتحرك برا. وبعدين النهارده برضه سيادة الرئيس اتكلم عن السرال انها لسه تكون، كنت هقولها والله يعني ايه، لانك هي ما ليه المسترال اول حاجه المسترال دي مدينه كامله، مدينه. وبعدين هو قال كلمه سياده الرئيس بس الناس ما بتركزش عليها، قال ايه؟ انها مركز قياده عشان ما نحطش عبء على الليبيين. ايه دي الجمله دي؟ لانها بتقود العمليه كلها، بتقود الازمه. اللي بقول لك دي مدينه كامله عايمه. انت فاهم؟ هي اللي هتدير العمليه كلها والازمه، مجرد مستشفى فقط ومروحيات وكله مروحيات وحتنقل وحتخلي جرحى وحتخلي مصابين. ومركز القياده هيكون من داخل فيها المسترال. من داخل المسترال لانها مجهزه بكده. انت فاهم؟ هتقود كل التحركات، كل الناس. النهارده في مجموعه في الحته الفلانيه عايزه ايواء، من داخل المسترال تدي القرار اطلع على المعسكر في المنطقه الغربيه، اطلع المعسكر اللي في المنطقه الثانيه. وعندك طيارات تقدر تطلع وعنده طيارات والمروحيات بالظبط المروحيات بتاعته وعنده المروحيات الثانيه. انا عايز اقول برضو حتى اعتقد الشينوك كمان، الشينوك ولا هي بس مروحيات فقط يا فندم؟ الشينوك لا، الشينوك لا ما بتنزلش عندها عليها، ولكن الشينوك هي ممكن يعني تطلعها لانها بتشيل اعداد كبيره. فهتنقل مثلا النهارده لو في ناس ولاد نفسينا في قصدي هناك موجودين وعايزين يرجعوا مصر، يبقى هيتم تجميعهم في مكان معين. تيجي الشينوك وتاخدهم وتنقلهم. انا برضو عايز اقول في ليبيا. نقطة تقصد ليبيا حضرتك؟ الموجودين في ليبيا، في ليبيا اسف. انا عايز اقول حاجة برضو، في اول تقرير جه لسيادة الرئيس يومها وكان في احد السطور ان هناك جسامين للمصريين موجودين تحت الانقاض. يومها سيادة الرئيس بنفسه قال مفيش مصري يندفن في ليبيا. وبالتالي تحركت اجهزه كتيره. وانا عايز اقول هنا في دور بس ما حدش حب يقوله بس انا لازم اقوله. المخابرات العامه مين اللي جاب الناس دي؟ دي مدينه مدمره. عشان تطلع كل الجسامين دي في وسط الناس تجيبهم منين؟ هو ده دور اللي عملته المخابرات العامه. زائد وزاره الخارجيه، زائد وزاره الدفاع، جمعت الناس وحطتهم في الاماكن وخدت الطيارات ونقلتهم مصر. وبعدين دخلنا وزاره التضامن، يعني الكل والصحه، الكل اشترك. انما كان في قرار مفيش فرد مصري ما يندفنش الا في ارضه، يرجع هنرجع اي واحد لينا بالظبط. وده ما كانش موجود قبل كده برضو يا احمد، انت عارف. يعني ما كانش حد بيسال. لكن النهارده في فلسفه جديده لمصر، ان ولاد مصر لازم يحترموا، واذا كان جريح يجي يتعالج في مصر، اذا كان شهيد يجي يندفن في مصر وسط اهله.